الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم خير الجزاء. يقول: ما حكم الاستودع في الشرع وتخصيصه، مثل استودع الأبناء بعد خروجهم صباح كل يوم، واستودع الميت، وحكم التزام أوراد معينة ونشرها بين الناس فيما يخص الاستودع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة إلا إذا كانت ألفاظ الدعاء مخالفة لشيء مما ثبتت به الأدلة، فلا حكر على الإنسان أن يدعو لنفسه ولأولاده ولزوجه ولوالديه وللمسلمين أجمعين بأي لفظ من ألفاظ الدعاء إذا لم يكن مخالفا للشرع. ومن جملة ذلك ما يسمى بلفظ الاستيداع، بمعنى أنه يودع نفسه لله، يستودع الله عز وجل نفسه وولده وزوجه وأحبابه وأقاربه، فهذا من جملة ما يدخل تحت دائرة الدعاء، والأصل في الدعاء الحل والإباحة. بل لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بعينه جمل من الألفاظ، فمن ذلك ما ثبت عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. وقد صححه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقوله إن الله عز وجل إذا استودع شيئا، كلمة إذا هذه إذا الشرطية، وقوله شيئا هذا نكرة، فهذا نكرة في سياق الشرط، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل في ذلك كل ما يستودعه العبد ويدعو الله عز وجل أن يحفظه، فهذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أراد سفرا فكان يودع أو يودع بهذه الكلمات، في قوله: وإني أستودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم عملكما، كما رواه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير، وقد صححه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا نعلم شيئا يمنع ذلك، لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، بل هذا جار على أصل الحل والإباحة في الدعاء، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولا حرج فيه إن شاء الله، ولا تضيق على الناس فيه، والله أعلم.